السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالمشاهدين في هذا الفيديو القصير. سأحاول إن شاء الله أن أختصر على تقريب هذا الصنبور إلى المكان الذي أريد أن يكون فيه إن شاء الله دون الحفر في الجدار. إن شاء الله سنحتاج هنا كما تشاهدون 2 أكواد من نحاس، هذا ضروري لكي نسهل العمل إن شاء الله تعالى. نحتاج أيضا هنا متر من أنبوب بلاستيك هكذا، أيضا نحتاج شنيور للحفر في الجدار كما تشاهدون هنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله المكان هذا هو الصنبور، نحاول أن نختصر من هنا إلى هذا المكان دون الحفر في الجدار كما تشاهدين. سأجرب معكم هكذا، إن شاء الله سيكون بهذا الشكل دون الحفر في الجدار. تجربة جميلة جدا كما تشاهدون. في بعض الأحيان ليس بإمكانك أن تحفر في الجدار، إن كان بالخصوص إن كان الجدار عليه زليج كما تشاهدون. لهذا اختصرنا على هذا العملية إن شاء الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك للفيديو حتى نستطيع دائما أن نأتيكم بما هو جديد إن شاء الله تعالى. نلقاكم إن شاء الله في نهاية الفيديو حيثما أستمر في هذه العملية وأتيكم بالنتيجة النهائية في الفيديو إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الآن وصلنا إلى نهاية العملية كما تشاهدون هنا، هذا هو النتيجة النهائية. الآن نحن وصلنا الصنبور إلى المكان المناسب من هناك إلى هذا المكان دون الحفر في الجدار كما تشاهدون. عملية جميلة جدا، هذه فكرة ممتازة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعل لايك ومشاركات القناة مع الأصدقاء كي نأتيكم دائما بما هو جديد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حتى فيديو آخر إن شاء الله تعالى.